عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. متفق عليه. لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الحاجات النفسية. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وهذا إنما ورد في حق الجائع الذي تاقت نفسه إلى الطعام. نعم، فالإنسان إذا تاقت نفسه إلى الطعام ذهب ذهنه وعقله وخرج عن خشوعه اللازم لإقامة صلاته. لأجل ذلك تأتي إلى الصلاة وأنت فارغ النفس، لا تنشغل في الصلاة أو أثناءها إلا بها. أما من أشغلته الدنيا وانصرف عنها بعقله وروحه فكأنما هو لم يصلي لله تبارك وتعالى. الخشوع الخشوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ قلوبنا وعقولنا وأن يجعلها خالصة مخلصة له، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.